بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تشكر على منظور سيتي خدمو كبايا تدشين المشروع يا وليتا، يعني يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى 18 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005 في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، مشروع بناء طريق الرابط بين بني سيدال لوطا العلوي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أهمية هذا أو هذه الطريق هي فك العزلة عن ساكنة دواوير بني سيدال وإكسان والعلوي، وتسهيل وتسيير ولوج ساكنة إلى مختلف الخدمات الاجتماعية الضرورية. بالمناسبة أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور والسيد الوالي منسق العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مجهوداتهما المقبولة من أجل تدشين هذا الطريق الذي كما قلت يندرج في إطار مشاريع وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد عمالة إقليم الناظور. رحمة مهندس عمالة الناظور أبريد مشتورم قد وكا خاصة التسنية وذن وزنة خدمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بروجرام بروجية دي عام 2023 بروجي هذه راح سيجن العدد 20 مليون ديال الدرهم ليس 10 كيلومتر هذه جمع بلدية نعاوية أكبني سيدال هذيك خل جمع نيكسان هذه فك العزلة خوطس دواوير ذني تتينا كوبريد وغادي ينفع نفس الوقت ديجن راكورسي زي غاعدوني وذن ونزي تسنسي كعاوي غابني سيدة بلا ما كنت خلال